أصدقائي عم نطل عليكم أنا وريمبو بيوم جديد، تحديات جديدة وكمان مفاجآت، وأخيراً قدرنا نوصل لليوم اللي رح نعرف فيه مين نجم الأسبوع ومين اللي رح يربح معنا. رح خبركم شغلة كتير صغيرة، إنه نجم الأسبوع هو أكثر حدا شاركنا وكانت إجاباته صحيحة، رح يربح معنا هاتف هواوي واي 6 2019 مقدم من تلفزيون الفجيرة. رح نشوف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول هو عبارة عن مادة لا بلورية، يكون صلباً في درجات الحرارة الباردة وسائلاً في درجات الحرارة المرتفعة، وهو مادة شفافة يستخدم في صناعة أواني الطعام والكاسات ونوافذ البيوت والمرايا وفي إعداد ألواح الطاولات والنظارات وغيرها. ما هي المادة الشفافة التي تستخدم في صناعة الأواني المنزلية؟ فكروا كتير منيح، رح أرجع أكرر عليكم سؤالنا. بيقول هو عبارة عن مادة لا بلورية، يكون صلباً في درجات الحرارة الباردة وسائلاً في درجات الحرارة المرتفعة، وهو مادة شفافة يستخدم في صناعة أواني الطعام والكاسات ونوافذ البيوت والمرايا وفي إعداد ألواح الطاولات والنظارات وغيرها. ما هي المادة الشفافة التي تستخدم في صناعة الأواني المنزلية؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو ألو، أهلا أهلا أهلا، كيفك حليمة؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ أنا تمام الحمد لله. خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ إيه. شو؟ الزجاج. وأكيد صح سهل؟ أكيد. شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ إيه. أوكي. ألو فاطمة، كيفك؟ الحمد لله، كيفك؟ أنا تمام الحمد لله. خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ الزجاج. شكرا لكم حليمة وفاطمة. أصدقائي، أول إجابة بنحصل عليها لليوم لهذا السؤال كانت الزجاج. يا ترى هالجواب صح أو خطأ؟ فكروا كتير منيح وكثفوا اتصالاتكم ليكون عندكم فرصة تدخلوا معنا السحب نهار الخميس القادم. ما هي المادة الشفافة التي تستخدم في صناعة الأواني المنزلية؟ فكروا كتير 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 منيح وكثفوا اتصالاتكم وشاركوني يا أصدقائي. شاركونا حليمة وفاطمة، كانت إجاباتهم الزجاج. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو، آمنة ولا سارة؟ سارة. أهلا وسهلا سارة، كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني صديق، تعرفتي الجواب؟ الزجاج. أوكي، سارة رح تشاركوا باسم الشلة كلها ولا كل واحد لحال؟ لا، كل واحد لحاله. أوكي، مين رح يشارك هلأ؟ أنا. موزة؟ إيه. أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني شو جوابك؟ الزجاج. شكرا لك موزة. ألو. آمنة. صح. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. آمنة خبريني شو جوابك؟ الزجاج. مين كمان رح يشارك؟ يلا. ألو سيف؟ إيه. كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. خبرني بكل حماس سيف، شو جوابك؟ الزجاج. شكرا لك. مين كمان؟ الو. اهلين عذيبه. ايوه اهلا وسهلا، كيفك يا صديقتي؟ الحمد لله تمام الحمد لله. خبريني يا عذيبه شو الجواب؟ دجاج. اكيد صح. اكيد. اوكي، مين كمان؟ الو سعيد. ايه. اهلا وسهلا سعيد، كيفك؟ زين الحمد لله. اللي سعيد شو جوابك؟ الدجاج. شكرا لك. الو. هنية. صح. اهلا وسهلا، كيفك يا هنية؟ الحمد لله، انت كيفك؟ انا تمام الحمد لله. خبريني هنية شو جوابك؟ الزجاج. اكيد صح. اكيد. اوكي، باقي حدا؟ باقي حدا هنية؟ شكل خلص الشلة. شكرا لكل إجاباتكم أصدقائي، قدرت أخذهم كلهم. الشلة اليوم كمان كانوا متفقين بهذا السؤال على أنه الجواب هو الزجاج. ما بنعرف إذا صح أو خطأ. أصدقائي لسه عندكم فرصة لحتى تفكروا كتير منيح وتشاركوني إجاباتكم. معنا اتصال جديد ونقول ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ أفنان. أفنان أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ منيحة الحمد لله. أفنان، أنتم بإجازة المدرسة ولا لسه ما أجزتوا؟ لا مأجزين خلاص. واو، كيف الإجازة حلوة؟ يعني هاي اليوم هاي آخر يوم خلاص. اليوم آخر يوم بالإجازة؟ آخر يوم بالمدرسة. أوكي، يعني إجازة ابتداء من الأحد. متحمسة؟ في عندك خطط ولا كله بالبيت؟ لا رح نطلع يعني. أوكي طيب أفنان، عرفتي الجواب؟ شو؟
الزجاج. أكيد؟ شكراً لك. في حدا رح يشارك؟ بيان. يلا يا بيان. بيان يا بيان. ألو. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني بيان، شو جوابك؟ زجاج. أكيد. مليون أكيد. مليون شكراً. في حدا كمان ولا خلاص؟ ألو. ليان. أهلاً أهلاً. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني أول شيء، حدا ساعدك بالجواب ولا أنت عرفتي لحالك؟ ماما ساعدتني. الله يخلي لك الماما. قولي لي ليان، شو جوابك؟ الزجاج. شكرا لك. افنان بيان وليان، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه يا صديقاتي. معنا اتصال جديد ومنقول الو. رناد. ايه اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني رناد، شو جوابك؟ زجاج. حدا ساعدك؟ لا. لحالك عرفتي صح؟ سهل. اوكي، في حدا رح يشارك؟ رتاج. يلا تمام. الو. اهلا رتاج، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. كمان ما حدا ساعدك ولا اخذتي جواب من حدا؟ ما حد ساعدني. اوكي، شو جوابك طيب؟ زجاج. شكرا لك رتاج. ريماس بتشارك. اوكي. ريماس. بسرعة بسرعة اعطيني الجواب بسرعة. زجاج. شكرا لك، انت كنتي اخر مشاركين معنا لهذا السؤال، للاسف انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هي المادة الشفافة التي تستخدم في صناعة الاواني المنزلية؟ والجواب اكيد طبعا صح، الزجاج. الف مبروك لكل اللي شاركونا، ورح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول من أشهر الأطباق الإماراتية الشعبية ومن المأكولات الرئيسية على المائدة الرمضانية وفي المناسبات الخاصة، ويدخل فيه القمح المطبوخ مع اللحم حيث يضاف إليه السمن عند التقديم، وكانت تستخدم قديما في تحضير الأواني التقليدية مثل المنحاز أو الليوان والبرمة. ما هي الأكلة الإماراتية الشعبية التي تصنع من القمح واللحم؟ رح كرر عليكم يا أصدقائي سؤالنا، بيقول من أشهر الأطباق الإماراتية الشعبية ومن المأكولات الرئيسية على المائدة الرمضانية وفي المناسبات الخاصة، ويدخل فيه القمح المطبوخ مع اللحم حيث يضاف إليه السمن عند التقديم، وكانت تستخدم قديما في تحضيره الأواني التقليدية مثل المنحاز أو الليوان والبرمة. ما هي الأكلة الإماراتية الشعبية والتي تصنع من القمح واللحم؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، السؤال كتير سهل، وأنا متأكدة أصلاً كلكم مو بس بتعرفوا الجواب وكمان بتحبوا هاي الأكلة كتير، لأنه بظن كتير نادرين الناس اللي ما بحبوها. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. 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 أيوة حليمة، خبريني عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ الهريس. بتحبي الهريس صح؟ لحم. اوكي شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ اوكي. الو. اهلا اهلا يا فاطمة، خبريني شو جوابك؟ الهريس. اكيد. ليون اكيد. تحبي؟ كثير بحبه. شكرا لكم. شكرا لكم حليمة وفاطمة، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحة يا صديقاتي. يعني انا بس اعرف في هريس بالمكان دغري بروح لازم اكل منه. رح ناخذ اتصال جديد ونقول الو. الو. اهلا عذيبة. اهلا. خبريني شو جوابك؟ الهريس. اكيد صح؟ اكيد. تحبي الهريس ولا لا؟ اكيد اسوي يعني تقريبا اسبوع اسبوعين نسوي. كل اسبوع اسبوعين تعمله؟ بالبيت صح؟ ما بتجيبه من برا؟ لا لا. اوكي شكرا لك عذيبة. يلا. الو. اهلا آمنة، خبريني شو جوابك؟ الهريس. اكيد؟ اكيد. تحبيه؟ لا لا ما احبه. ليش؟ اوكي شكرا لك آمنة. سارة. صح. اهلا وسهلا، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ الهريس. بتحبيه ولا لا؟ ما في حد ما يحب الهريس. انا استغربت كثير من آمنة. اوكي مو مشكلة، اصلا الناس أذواق. في حدا كمان رح يشارك؟ اليوم لابسة حلو. شكرا لك. الو. هنية. هي. اوكي هنية، خبريني شو جوابك؟ الهريس. اكيد صح؟ اكيد. شكرا هنية. مين كمان؟ يلا مين؟ الو. سيف. هي. بكل حماس قلي شو اسمها هي الاكلة. الهريس. شكرا سيف. مين كمان؟
سعيد. يلا تمام. الو. اهلا يا سعيد. اللي يا صديقي شو جوابك؟ الهريس. اوكي شكرا لكم. في حدا كمان؟ موزة؟ نيب. خبريني موزة شو الجواب؟ الهريس صح؟ احمد في الشارع. شكرا اوكي. احمد. الو. احمد كيفك اليوم؟ الو. احمد. نعم. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني صديقي شو جوابك؟ الهريس. اكيد صح. ماما تقول سوبر اقمص. اوكي هلا بعد البرنامج بخليوني يعطوها رقمي. اوكي شكرا. عفوا. شكرا لمشاركاتكم اصدقائي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. يا ترى مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير 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 منيح. رناد ريتاج وريماس، مين كمان؟ افنان وبيان، فرح، حمزه ولينا، كل الاصدقاء اللي دائما بيشاركونا، واكيد الاصدقاء الجدد انا وريمبو عم نستناكم. معنا اتصال جديد ومنقول الو. الو. رناد اهلا وسهلا من جديد، خبريني شو جوابك؟ الهريس. الهريس بتحبيه؟ ايه. بتساعدي الماما بطبخه ولا لا ما بتعرفي؟ بتساعدي الماما بتحضير الهريس ولا ما بتعرفي؟ اعرف. بتعرفي؟ لا. برافو عليكي. في حدا كمان رح يشارك؟ ايوه. اهلا ريتاج، خبريني شو الجواب؟ الهريس. اكيد اكيد. شكرا لكم. ريماس بتشارك. اوكي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني ريماس شو الجواب؟ عريس. شكرا لكم صديقاتي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. طبعا أنا في مرة حدا علمني كيف أعمل هريس وأكيد ما استوعبت ولا شيء، كنت بس عم استنى يخلصوا تعليم مشان آكل الهريس. بتوقع بس طريقته سهلة يعني مو كتير صعب، بما أنه حتى عذيبة قالت لنا كل أسبوعين بيعملوه، فبتوقع أصلا طريقة سهلة. شاركوني أصدقائي من خلال التواصل على الرقم الموجود. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أفنان أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ الهريس. تحبي الهريس؟ لا. لا؟ أوكي طيب، في حدا رح يشارك؟ بيان وليان. يلا تمام. بيان أهلا وسهلا، قولي لي شو الجواب؟ الهريس. وكمان مثل أفنان ما بتحبي؟ لا ما بحبه. أوكي ليان يلا. ألو. ليان أهلا وسهلا من جديد، خبريني شو الجواب؟ الهريس. شكرا لكم يا صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. لحد هلا كل الاصدقاء اللي شاركونا كانوا متفقين على اجابه واحده وهي الهريس. ما بنعرف اذا صح او خطا، بس بنعرف انه الهريس شيء كثير 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 طيب. بدا العد التنازل يا اصدقائي ورح ينتهي الوقت. 3 2 1 انتهى الوقت اصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما هي الاكله الاماراتيه الشعبيه والتي تصنع من القمح واللحم؟ والجواب اكيد صح الهريس. الف مبروك لكل اللي شاركونا، وريمبو لسه عنده تحديات ومفاجآت. بس بعد البريك ورجعنا لكم اصدقائي لنكمل تحدياتنا لليوم. راح اذكركم انه كل المطلوب منكم تفكروا كثير كثير منيح وتكثفوا اتصالاتكم وتشاركونا من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم لتكونوا نجوم الاسبوع. راح نشوف ريمبو شو مخبي ونقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو اصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول من الظواهر الطبيعية المرتبطة بارتداد موجة صوتية على سطح حاجز من الأسطح الصلبة، حيث يسبب انعكاسها وعودتها إلى نقطة انطلاقه. يمكن أن يسمع تردد الصوت بشكل متكرر ومتوالي، وكذلك إذا تعددت الحواجز التي ترتطم بها الموجات يكون مضاعفاً. ماذا تسمى الظاهرة المرتبطة بارتداد الأصوات حيث يمكن سماع الصوت بشكل متكرر؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. لا لا. سارة؟ أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ الصدى. حد ساعدك؟ سهل. سهل، شكرا لك سارة. مين رح يشارك؟ ألو ألو نوار. آمنة. صح. أهلا وسهلا، خبريني بكل حماس شو الجواب؟ الصدى. حد ساعدك؟ لا لانه سهل. أوكي. انا لما تكتبي تردد
عرفته. برافو عليكي، شكرا لك آمنة، إن شاء الله تكون إجابتك أسئلة اليوم كلها سهلة. أوكي إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقتي. مين كمان؟ هنية. ألو ألو. أيوة هنية، خبريني شو الجواب. الصدى. وكمان عرفتي من تردد الصوت؟ هي. شكرا لكم صديقاتي. مين كمان؟ أيوة موزة، خبريني هي. شو الجواب. بطاط. الصدى صح. شكرا لك موزة. سيف. سعيد. سعيد اوكي سعيد، خبرني شو. الصدى. شكرا لك. سعيد. سيف. سيف سيف، خبرني شو الجواب. الصدى. 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 شكرا لك يا سيف. مين كمان؟ عذيبة. أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب. الصدى. عذيبة جربتي شي مرة تغني بمكان فيه صدى؟ أكيد لازم، كل الناس طلعت المواهب بالصدى. شكرا لك عذيبة. تمام أحمد. ألو. أيوة أحمد، خبرني شو الجواب. الصدى. أكيد أكيد. شكرا لكم، شكرا لك أحمد، شكرا لكل اللي شاركونا لحد هلا، وانا بحبكم كثير. شكرا لكم اصدقائي، كل الشله لحد هلا كانوا متفقين انه الجواب الصدى. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا اتصال جديد؟ وبنقول الو. الو. اهلا حليمه، خبريني شو الجواب. الصدى. انت كمان جربتي تغني بالصدى ولا لا؟ ما غنيت لا، بس شو؟ أرجع صوتي. ترجعي تسمعي صوتك، جربي غني بتلاقي حالك فنانة قديرة. شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ ايه. اوكي. الو. اهلا يا فاطمة، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ الصدى. اكيد صح؟ مليون اكيد. مليون شكرا لكم حليمة وفاطمة. لحد هلا كل الإجابات بتقول إنه الصدى، ما بنعرف، إن شاء الله تكون هالإجابات صحيحة ويكون الصدى صح، بس لسه أصدقائي عندكم فرصة لحتى تشاركونا من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. يا ترى مين من الأصدقاء لسه رح يشاركنا ويخبرنا ماذا تسمى الظاهرة المرتبطة بارتداد الأصوات حيث يمكن سماع الصوت بشكل متكرر؟ اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. أفنان صح؟ صح. أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك. إيكو. اوكي، انت اخذتيها بالمدرسه ولا في حدا ساعدك؟ اخذناها بالمدرسه. اوكي شكرا لك افنان. مين كمان؟ بيان. اوكي. الو. ايوه يا بيان، شو جوابك؟ ايكو. اكيد بيان. اكيد. شكرا لك بيان. مين كمان؟ ليان. يا ليان، شو الجواب؟ ايكو. ساعدتك افنان. ايه إيكو. اوكي ساعدتك افنان بالجواب ولا انت عرفتي؟ افنان. اوكي ده بالمدرسه. تذكرتي. طيب شكرا لكم صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير 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 منيح. انا من كم يوم كنت عم فكر انه بريمبو بس بنات اللي بيشاركوا، ما عدا سيف وسعيد واحمد وحمزه مرات، اما الباقي كله بنات. انا كثير بحبكم اصدقائي، فكروا كثير منيح وكثفوا اتصالاتكم وهيك حاولوا تذكروا. هلا انا متاكده انه كلكم اخذينها بالمدرسه، وفعليا يمكن ناخذها بالمدرسه بعمر كثير صغير، فحاولوا تذكروا. اتصال جديد ونقول الو. رناد. هي. اهلا وسهلا، خبريني يا رناد شو الجواب. الصدى. الصدى. جربتي هيك تعملي أصوات بالصدى وتحكي كلمات وترجعي تسمعي صوتك ولا لا؟ إيه؟ شكراً لك رناد. رتاج رح تشارك؟ أوكي. أيوة يا رتاج، شو الجواب يا صديقتي؟ الصدى. ومتأكدة صح؟ متأكدة. ريماس رح تشاركنا؟ لا. أوكي شكراً لكم رناد ورتاج، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركوا؟ فكروا أصدقائي، هي من الظواهر الطبيعية المرتبطة بارتداد موجة صوتية على سطح حاجز من الأسطح الصلبة حيث يسبب انعكاسها وعودتها إلى نقطة انطلاقه. للأسف بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ماذا تسمى الظاهرة المرتبطة بارتداد الأصوات حيث يمكن سماع الصوت بشكل متكرر؟ طبعاً أكيد الصدى. ألف مبروك أصدقائي، رح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب.
ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر وهاللون بيقول هو واحد من أهم الأنهار في الوطن العربي. يقع هذا النهر في كل من لبنان وسوريا وتركيا، حيث ينبع هذا النهر من لبنان ويصب في البحر الأبيض المتوسط. أخذ اسمه بسبب مسيرته بعكس كل أنهار المنطقة التي تنبع من الشمال وتتدفق نحو الجنوب، فهو ينبع من الجنوب ويذهب ناحية الشمال. ما هو النهر الذي يعاكس الأنهار في منبعه ومصبه ويمر في بلاد الشام؟ رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو، مين معي؟ سارة. سارة أهلا وسهلا، خبريني عرفتي الجواب؟ نهر الدجلة. هذا ما بيمر من العراق، هذا اللي عم نحكي عنه لبنان وسوريا وتركيا. إنزين رافدين، هو أصلا اسمه بدل عليه، يعني بدل على منبعه، لأنه في المعلومة بتقول إنه كل الأنهار الموجودين بالمنطقة بيبدأوا من الشمال للجنوب، هذا من الجنوب للشمال. أعطيكي شوية وقت تفكري؟ هاي أوكي، شكرا لك سارة. مين من الأصدقاء رح يعرفوا جواب؟ على فكرة أصدقائي إذا تذكرتوا شوي أو إذا فكرتوا شوي رح تتذكروا إنه ريمبو سألكم هذا السؤال من فترة مو كتير بعيدة. حاولوا تذكروا السؤال، كتير حلو المعلومة بحد ذاتها، كتير حلوة، كتير حلو نعرف ليش هذا النهر هيك تسمى، وحلو نعرف كمان من وين بيمرق بالدول العربية، لا مو بس العربية، في تركيا كمان. فكروا كتير منيح يا أصدقائي، النهر ينبع من لبنان ويصب في البحر المتوسط، يمر في لبنان سوريا وتركيا. فكروا كتير منيح، شاركتنا سارة وعطتني الصراحة أكثر من إجابة، قالت لي دجلة، الرافدين، وشو كمان عطتني والفرات. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو، أهلا يا حليمة، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ أنا بعطيك بعد سبب ليش إنه سمى بهالاسم بعد. أوكي قولي لي ليش؟ عشان سبب من يعصي، عشان شو ما سمعت؟ يعصي. يعصي؟ يعكس بالعكس يعني. أوكي إيه بيعكس، لأنه كل الأنهار من الشمال للجنوب إلا هو بالعكس من الجنوب للشمال. طيب شو اسمه؟ من الجنوب نهر العاصي. أكيد صح؟ أكيد. شكرا لك يا حليمة. فاطمة رح تشارك. إيه. أوكي. ألو. أهلا أهلا يا فاطمة، خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ نهر العاصي. كنت بتعرفي هالمعلومة من قبل ولا لا؟ أخذتوه. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة صاحب الجغرافيا، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة، حبكم هيك وأنتم مركزين بدروسكم وبالمدرسة حتى بعد ما تتخرجوا، ضلكم متذكرين هاي المعلومات، صدقوني أصدقائي هاي المعلومات كتير حلوة وحلو هيك تضلكم حافظينها وتضل براسكم. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. رناد أفنان. صح. أفنان أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب؟ العاصي أو الفداء إلهم نفس الإشي. طيب كيف عرفتي؟ حدا ساعدك ولا أنت بتعرفي؟ جوجل. جوجل، يا سلام، شكرا لك أفنان. بيان رح تشارك؟ أوكي بيان. يا بيان ألو. أيوة خبريني شو الجواب؟ العاصي. أكيد، مليون أكيد، مليون شكرا لك. ليان رح تشارك؟ ألو. أهلا ليان، خبريني شو الجواب؟ العاصي. كيف عرفتي كمان من جوجل؟ أوكي جوجل. شكرا لكم. بتخيل أفنان وبيان ليان هيك بيتجمعوا على التليفون أو الآيباد وبيكتبوا المعلومة وبيشوفوا الجواب. شكرا لكم صديقاتي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة، وبتمنى عن جد أن تضل هاي الإجابات ببالكم، ما تنسوها أبدا مشان بعدين إذا حدا سألكم هذا السؤال تقولوا أنا بعرف. فعلا المعلومة كتير حلوة. شاركونا حليمة وفاطمة، أفنان وبيان وليان، وقالوا لي إنه الجواب العاصي. شاركتنا كمان صديقتنا سارة من الشلة وعطتني أكثر من إجابة، ما بعرف شو الجواب الصحيح. فكروا كتير منيح الصراحة الأصدقاء، يمكن لحد هلأ صاروا عدن لي كل الأنهار الموجودة ببلاد الشام تقريبا. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو ألو ألو. مرحبا، مين معي؟ مين معي؟ مين؟ حورية. حورية أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. اشتقت لك، وينك؟ مدرسة؟ وأنا كمان كتير اشتقت لك. خبريني حورية، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ نهر العاصي. أكيد.
أكيد. شكرا لك يا صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. لا تنسي أبدا ضلك تشاركينا إلي ولريمبو، لا تقطعينا أبدا لأنه كتير منشتاق لك، وكمان لحتى يكون عندك فرصة تكوني نجمة الأسبوع وتدخلي معنا السحب. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم. هو واحد من أهم الأنهار في الوطن العربي، يقع هذا النهر في كل من لبنان وسوريا وتركيا، ينبع من لبنان ويصب في البحر الأبيض المتوسط، أخذ اسمه بسبب مسيرته بعكس كل أنهار المنطقة التي تنبع من الشمال وتتدفق نحو الجنوب. للأسف بدأ العد التنازلي وانتهى الوقت. سؤالنا بيقول: ما هو النهر الذي يعاكس الأنهار في منبعه ومصبه ويمر في بلاد الشام؟ الإجابة أكيد صح، نهر العاصي. ألف مبروك لكل اللي شاركونا. لسه عنا تحديات ومفاجآت بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لنكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، الجزء اللي كلنا عم نستناه. رح نسحب ونعرف مين نجم الأسبوع، بس قبل ما نسحب رح أذكركم بشيء كتير مهم، إنه اللي رح يربح معنا ونجم الأسبوع هو أكتر حدا شارك معنا وأكتر حدا كانت إجاباته صحيحة، وكمان رح يربح معنا هاتف هواوي واي 6 2019 مقدم من تلفزيون الفجيرة. رح نشوف مين. طبعا للاسف نجمه الاسبوع صديقتي صدف ما قدرت تكون موجوده، اوكي رح ناخذ اللون الاخضر، اللون الاخضر عم حاول غش. اللون الأخضر يا أصدقائي بيقول يا سلام، ألف مبروك يا صديقتي ريماس من خورفكان. أتوقع ريماس من المشتركين الصغار بالعمر معنا بالبرنامج. ألف مبروك ريماس، أنا كثير فرحت لأنك نجمة الأسبوع ولأنك ربحتي معنا. لا تنسي تكوني موجودة معنا نهار الخميس القادم لحتى تشاركوني السحب. أصدقائي لا تكونوا نجوم الأسبوع وتقدروا تربحوا معنا. كل اللي عليكم تتواصلوا من خلال الاتصال على الرقم الموجود قدامكم، تفكروا كثير منيح وتحاولوا تشتركوا بكل الأسئلة وتعطوني إجاباتكم. أكيد لا تنسوا أبدا تكونوا موجودين معنا على الموعد نهار الأحد الساعة 5 على قناة الفجيرة. أنا وريمبو بنحبكم كثير كثير كثير، صار وقت نقول لكم باي باي.